شنو باش نقول فيه هذا ياسر يوجع القلب ياسر يتعب والله لا شيء اسف اللي صار في مصر قتلى وجرحى انا حاجه مصر الجمله واحده فهمتها ما فهمتش علاش هم عاملين اعتصام سني وهم والجيش عمل هيك ربي يهدي نعم الله يسترهم اللي صار جريمه وما يلزموش يصير تو نشوفهم بعد عام كيفاش تفكروها تو التاريخ وقتها يتكلموا وتظهر الافعال الكل الواحد يقول هذا مقتلوا الاخر هذا ما عملوا واللي مات الله يرحمه شيء اسف مسلمين قاعدين نقتلوا في بعضنا عرفت ان الامريكان واليهود قاعدين يتفرجوا فينا معنا ما نقولوا نحن مسلمين نورمالمون نتعاونوا ما يجيش الشيء هذا ان شاء الله ما يصيرش في تونس حديت مول ما تمعني الكلام بعد ما يتعلق الشباك هو الشيء غير معقول انا ما نجمش نعطيك رايي خاطر انا زوجي ما شاورتوش راه انا نتكلم باذن زوجي الله ربي يهديه شو اسمه السيسي هو ربي يهديه شعب ويك يقتل فيها كيكه ربي يهدي بك هاو فلوس فلوس بها جدا وشيء اسف خمس لي الجيش والشرطه اللي استعملوا العنف المفرط ضد المظاهرين السنيين كان الجيش ما هو دخلها بعضها اي ما تجيش بالرسم هم مسلمين في بعضهم يعملوا كيكه سبينا نحن في تونس جونا بيه الحمد لله يا ربي كلهم واقفين معانا الحمد لله البلاد هيك داخله في حيط فهمتني ان شاء الله ربي قدر الخير وكا والله يا خويا مزروب راه والله كل ما يتحمل المسؤوليه تماش كسلطك المعارضه ديما ديما كل واحد لكن مع التنسيب كاتاستروفيك بيرسو وحضرتك شكون يتحمل المسؤوليه العسكر جيش يتحمل المسؤوليه للمعارضه وحركة التمرد اللي ما كانوش نجموا يصبروا شوية على الرئيس مرسي معناتها وبرشا حطوا له الصف العجلة وإن شاء الله في تونس نتفاداو الشيء هذايا وكهو أول اللي قام به هذاك السعي إلى زعزعة الشعب المصري باش يعاود يقوم ويعمل على إمكانية ترجيع مرسي من جديد وقد تبدو الفكرة هذه كأنها فكرة تأمرية لكن ذاك هو الشيء اللي موجود معنا في مصر وفي الثورة العربية كلها هو كان التآمر التآمر ما بين مجموعات معنا موجودة في الجيش ومخابرات وكذلك الإخوة المسلمين المأساة قاعدة تكرر في البلدان العربية خاصة وحبوا يعملوها زادة في تونس وإن شاء الله يا ربي تعطينا الصبر باش نقاوموا هالفتنة هذية بصراحة شيء أسف شيء أسف كعرب وكمسلمين وك مش معقول حتى تعرف نورمال ما تصيرش في بلاد عربية كما صح اليوم طاحوا نظام الإخوان صحيح دفعوا شوية دفعوا من دمهم الكل لكن على المدى الطويل باش يربحوا حريتهم ما عجبني حتى شيء لا في تونس لا في مصر ما عجبني حتى شيء فهمتني وهنا نعاني ونحن اللي قعدنا نعاني شيء بكي والله شيء بكي بالنسبة لي تمام فيك كنت نشوف شيء سخف شنو انتبهوا كنت عرب شيء سخف وشكون تحمل المسؤولية؟ والله يا اخوي للكبار اللي لكم هما سبب الكبار هما سبب يا اخوي والكرسي يعنبوها الكرسي انا لاني مع الانصار نتاع مرسي لاني مع الانصار نتاع الفريق السيسي ولكن ما تمنيتش هذا يصير لمصر جلوبالمون علاش خاطر الدم العربي او الدم المصري هو دم يعني محرم والدم هذا محرم في كافة الشرائع السماوية كسوا الإسلام كسوا المسيحية اللي هم زوج أديان موجودين في مصر.